الو، ايوه يا حامد. حامد، انت ما بتردش عليا، بتتهرب مني؟ النمره غلط يا اخ، انت النمره غلط. لا بقول لك ايه، ما تتصلش عليا، مش عليا انا الحركات دي. فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم؟ انت بقول لك النمره غلط، النمره غلط، ما بتفهمش عربي؟ نمبر رونج. يا ساتر. انت بتنفذ سكة في وشي يا حامد؟ برضك هيقول لي حامد، مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد. الرقم غلط. لا بقول لك ايه، هو انا كل ما اكلمك هتقول الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا، يا تجيب الفلوس اللي عليك يا هعمل معاك السليمة. اقول لك على حاجة زينة، اعمل معايا السليمة. معالم رمم. نمرة تاني. الو، مساء الخير. مساء النور. انا حامد، حد سأل عليا؟ لا ده انت بتهزر، بتهزر. انت مين يا كوميدي؟ يا كبير انت طلعت خفيف قوي، انا مهزر معاك يا عم. انجز مين؟ انا راكب الحوت. حوت كير؟ الحوت اللي وقع منك. هو ابوك ما حكركش عليا؟ ايوه 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 ايوه. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، بس يعني كنت نايم والوقت متأخر وكل الناس نايمين دلوقت. الوقت متأخر يا عم؟ ده الساعة لسه ما جاتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. أمرني يا عم الحاج، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ كنت عايز أشوفك يا أخي، وحشني. ده أنا ما شفتكش من ساعة ما كنت عيل صغير. أنت عارف إن أنا كنت بغلق كفولة بنفسي وأنت كنت عاملها. مالهاش عايزة التفاصيل دي، مالهاش عايزة. أمرني. عايزك تجي المكتب. عشان نتكلم شوية في موضوع شغل. تمام، ماتي. بكرة تمام؟ تمام. خلاص هستناك بكره عندي. سلام عليكم. عليكم السلام. ده انت باين انك راجل تقيل. حامد، حامد يا كبير، يا كبير. في ايه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ ايوه في حد كان بيتصل. خمدي النهارده ما باينلوش نوم، اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كوره. القلب دي على فكره، يعني ابويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك ايه يا ابني؟ ده اللي بيني وبين ابوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير، اقعد. اهلا اهلا اهلا. يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي، ما عملتش حاجه. يبقى حد غريب بينا بقى هنا. انت اللي بتعمل ده. معلش يا ابني، اصل بطني ماشي عليا شويه. ربنا يديك الصحه، هي تبقى غازات. انت صدقني يا كبير، دي لعبه. انا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده، واحب العب بيها مع الناس، احب اعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني، بتروش. نفس الكلام نفس الوزن ولا ده منها تبقى ليله سوده. عمرني يا حاج عاوز ايه؟ على رأيك نقلب قيمته على الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة تجنن. لا لا اعذرني، أنا من جو السهرات دي، لازم أنا أعاود البلد النهارده. يا ابني أنت مالك؟ أنا طالع جد لمين؟ ده أبوك كان هلس وآخر مسخرة. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمة. أمرني يا حج. الغرض، أنا وأبوك الله يرحمه عملنا شركة مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود إن أنا أبعت له الأرباح بتاعته كل سنة. ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني
ما بقيش كيفك ناس في الدنيا خلاص. دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله يعني. انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده. انت زي ابني بالظبط. انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج. هذا ما تفك كبير مالك متجبس سخسخ كده. كهربني تقول لي سخسخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. احنا عشت عمره كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها. ده مؤاخذه كبير انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جاري يا كبير جاري. خد العب بدون غطا ما اجيلك. بما ان راجل خلل. يا وجع مربربه. ده باين لي مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجه. لا ما فهمش. ده اكبر مقلب عملته في ابوك. في يوم من الايام من 25 سنه. 25 سنه كيف؟ من 15 سنه. لا بردك مش منطقيه. في يوم من الايام وخلاص لقيت ابوك داخل عليا من باب المكتب. اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع يتشال صغير بسكينه معجون. من عينيا يا باشا. حبيب قلبي. بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم. ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير. رجب صديق السوق. سوق خضارة. ما تبطل جلس عادي يا رجل. بطل جلس. ايه يا عم غطسان فين اليومين دول؟ مشاغل مشاغل كتيرة. مشاغل كتيرة. طب ايه رأيك ان انت حظك في رجليك؟ مش معنى لان النهاردة معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحدة صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصورية. ايه رايك؟ جاي معايا الطلعه دي؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجري ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحه وجو ده ما بقاش فيه صحه. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها بضيق. اضيق كيف؟ يعني انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده. اذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق طلات. بطل جلس عادي يا اخي بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هم مش نازلين. لا طالعين. حب على يدك كفايه جلس. قريه كبير الليل لسه في اولها. وبعدين يعني هم بيظبطوا الميك اب، انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عديق يا رجب؟ ده اللي عديق؟ اهلا 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 اتفضلوا اتفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟
ايه؟ ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي قوي قوي، عشرة عمر، مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي إلا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني أعرفك بشهوير. هاي. أهلاً وسهلاً. وما هي طاز؟ ما هي إيه؟ ما قلت لك ما هي إيه؟ كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. وأنت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت ببخيتي. منورة يا ما هي طاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي اسدك حواليا. خلاص خلاص انا هوديه، هو انا غريب عن البيت، انا عارف السكه، اتفضل يا كبير. كفايه الضحك دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زقيني ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميلة ورقيقة وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينة حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا اتجوزها؟ نقص الستات ده مخرج، دي عاملة زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قطن، بس فين مضغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مش فاهم، قول بشويش. عاوز امشي دلوقتي حالا. اه اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي، بس اسمع بشرط واحد، ما تفرقليش لحظه ولا ثانيه واحده بس. يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس، لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذها بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رقبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. شهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ باي يا جلس، باي يا جلس. جابوني. خد هنا خد هنا. تعال قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو سعيدي؟ بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين سعيد؟ من بلدك ده يعني. ايوه اسمها ايه يعني؟ انا اعرف كل البلاد. اسمها المزاريطه. ايه؟ المزاريطه. في بلد اسمها المزاريطه؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباها قوي، يعني ايه مهيطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهره متفجره الانوثه. لا بجد حقيقي، اصل انا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكر يا اخواتي. شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا ايه؟ تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ. بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين الميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت، ما اقولكش على يا ستار. يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حش صاحبك عني. هتتبلى عليا ولي. رجب صاحبك جنني. عندك يا بنت. بس يا سيدي لقيت لك بقى شله الشباب دي في العربيه عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بدهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده، عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيل ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب عيني كده هو يا حبيبي، بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت رادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري، اتاريهم منفضين لي، بس انا سديت. يا ولي يا حرام عليك، كلت نفوخ يا ولي، كلت نفوخ بجد. ابتدى اكل في نفوخك؟ يعني ابتدى اثر فيك؟ انا اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زي يدك يا بنت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك. قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك، عاوز سلب. قومني معاك.
انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيت الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني؟ والله اقفش عليك. القمر ده انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هاكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط، امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية، هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقصه. خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشه. شربات جالس دمك شربات، دمك شربات مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيات كده شمال يمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل، اتجوزته اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا وليه؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي، ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك احلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيك احلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو مهيطاز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه؟ ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سيلدار. مين ده؟ اخويا. اخوكي؟ يا سفله يا حيوانه. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. اه يا فجره. وانت بقى تعال اثبت عنديك، انت ما تعرفش انا مين. تحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. اه وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ جوزها لمده اسبوع وبعدين طلقها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جواز عملها في حياته. طب ده مر ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه تشويه يعني بالصعيدي؟ لا ما مسك يعني بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص، ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده، اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره. لا انا يعني قهوه مش شايفه، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قالب عليك تعمل لي دي. ايه